الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قالت وزارة التخطيط إن من أهم أسباب ارتفاع الأراضي في بغداد وانخفاضها في مناطق أخرى هو تعطل إيقاف الأنشطة الاقتصادية وتعرقلها في باقي محافظات البلاد. وأكدت الوزارة أن هناك تباينا كبيرا في أسعار الأراضي داعية إلى وجوب إعادة التوازن التنموي بين جميع المحافظات من خلال المشاريع والاهتمام بقطاعات الخدمات والبنى التحتية الأساسية من الماء والصرف الصحي والطرق، لأنها تعد بيئة جاذبة لتعزيز أنشطة القطاع الخاص، محذرة من ظاهرة الهجرة الداخلية بحثا عن ظروف عيش كريمة واستمرار الإقبال على العاصمة، وهو ما سيتسبب بضغط كبير عليها. قالت هيئة استثمار صلاح الدين إن هناك تلكؤا في 30% من مشاريع الاستثمار في المحافظة بسبب عدم تسلم الدوائر والوزارات الحكومية مخصصات الأراضي المخصصة للاستثمار، موضحة أن أغلب هذه المشاريع لم تبرم عقودها ولم تسلم الأراضي المخصصة لها من قبل وزارتي المالية والبلديات. وأشارت إلى حدوث تجاوزات من قبل دوائر الكهرباء والماء والمجاري، ما سبب إرباكا في العمل فضلا عن المشكلات الأمنية التي حالت دون إكمال بعض المشاريع، وأدت إلى عزوف المستثمرين عن إكمال مشاريعهم نتيجة سيطرة الميليشيات ونفوذها. اتهم خبراء اقتصاديون الحكومة بامتلاك وفرة مالية كبيرة لكن أداءها دون المستوى المطلوب، حيث أثبتت فشلها في انتشال المواطن من واقعه المرير وتسببت بزيادة نسبة الفقر بحسب إحصاءات وزارة التخطيط. وقال الخبراء إن الحكومة حصلت على مبالغ ضخمة جدا بعد ارتفاع أسعار النفط وتجاوزها عتبة 85 دولارا للبرميل، وأضافت أن المبالغ المتوفرة ينبغي أن يقابلها رفع قيمة الدينار مقابل الدولار وتحسين مفردات التموينية وإنشاء مجمعات سكنية وطرحها للمواطن بشكل مجاني أو بمبالغ رمزية والمجيء بمصانع عملاقة لمختلف الصناعات وإنشاء شبكات طرق جديدة للتخلص من الزحامات. اتهم النائب السابق فرات تميمي الحكومة ولجانها التحقيقية بالتغاضي عن ملفات الفساد في محافظة ديالى. وقال التميمي إن حجم الفساد المالي والإداري في مؤسسات ديالى الحكومية هائل ومخيف، مشيرا إلى أن كل وعود مكافحته حبر على ورق، ولا تطال ملف حيتان الفساد المالي الذين أثروا على المال العام، وهناك من يمتلك الآن ثروات كبيرة جدا. وأضاف التميمي أن الدولة تغض النظر منذ سنوات عن ملف الفساد المالي والإداري في ديالى بسبب ضغوط سياسية أو الخشية من الاصطدام مع الفاسدين المتنفذين، وأغلبهم من قبل قوى وجهات متنفذة. أعلنت شركة ستاندرد أند بورز عن انخفاض إجمالي صادرات النفط العراقي إلى المصافي المستقلة الصينية لأكثر من نصف خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي عام 2021 مقارنة بالعام الماضي. وقالت الشركة إن الصادرات النفطية العراقية إلى المصافي المستقلة الصينية انخفضت بمقدار أكثر من النصف خلال المدة من كانون الثاني إلى تشرين الأول الماضي من العام 2021 مقارنة بنفس النسبة من العام الماضي، مبينة أن هذه الصادرات بلغت 7 ملايين طن من 14 مليون طن للعام الماضي. ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف بعد أن تكبدت خسائر سابقا بفعل مخاوف من احتمال أن يؤدي ارتفاع التضخم في أمريكا المدفوع بتكاليف الطاقة المتزايدة إلى الإفراج الحكومي عن مزيد من مخزونات الخام الاستراتيجية لدفع الأسعار للانخفاض. هذا وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد تراجعت يوم الأربعاء بنسبة 2.5%، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.3%،
بعد تقارير عن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة في 30 عاما، ما دفع الدولار للصعود وزيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة التي تعد أكبر مستهلكا للنفط في العالم. ختام الموجز، إلى اللقاء.